عندي موضوع مهم جدا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، وابتدي بيه الفقره اللي بتتعلق باخبار وتفاصيل النادي الاهلي. قبل ما اتكلم عن الاخبار تحديدا، عايز اتكلم شويه عن مروان محسن والحملات المستمره على اللاعب والهجوم المبالغ فيه على رمضان محسن. هو مبالغ فيه في الحقيقه، واحنا لو نلاحظ كده كل فتره يعني بعض الجماهير، قله من الجماهير، بيمسكوا لعيب من اللعيبه في النادي الاهلي ويقطعوا فيه بشكل قوي جدا، والكلام ده في الحقيقه مش في صالح الفرقه اطلاقا، وبيضر باللاعب وبالفرقه بشكل عام، لان اللاعب ده جزء من الفريق. فانت لما تفضل ماسك في مروان او اي لعيب في النادي الاهلي او في اي فريق اخر وتفضل تقطع فيه، الفرقه هي اللي خسرانه مش اللاعب لوحده، وكل حاجه بتوصل للعيب، ودايما بيتابعوا السوشيال ميديا، ده زيهم زي اي حد فينا يعني. ففي كل الاحوال، في كل الاحوال، انا مش بقول ان احنا ما ننتقدش مروان، لا، قناه الاهلي هنا ممكن تنتقد عادي جدا، او جمهور النادي الاهلي ينتقد، النقد ما فيش مشكله، بس يكون نقد بناء، نقد يساعد في تطور اللاعب داخل الملعب، نقد يساعده نفسيا في بذل قصارى جهده عشان يقدر يتالق ويساعد الفرقه. هل مروان محسن ما بيحرزش اهداف؟ لا، مروان محسن احرز بعض الاهداف مع النادي الاهلي، ممكن تكون نسبه اهدافه قليله، لكن احنا لو لاحظنا كمان، لو لاحظنا ان كل مدير فني اجنبي بيجي بيعتمد بشكل اساسي على مروان محسن، فده معنى ايه؟ معناه ان من الجانب الفني ان هو لاعب جيد، مش موفق شويه في احراز الاهداف في بعض الكرات وتصرفه فيها. انا متفق مع حضراتكم، ننتقد وننتقد ومفيش مشكله، مفيش حد فوق النقد، انتقد براحتك خالص، لكن من غير تجريح، من غير هدم. نفسيه اللاعب ممكن تخلص عليه كرويا من خلال متابعته الانتقادات اللاذعه وانتقادات المبالغ فيها، فبالتالي اللي هيتاثر مش اللاعب بس زي ما قلت لحضراتكم، اللي هيتاثر الفرقه ككل. وانا عايز اضرب مثل لحضراتكم، جت فتره من الفترات كان المحطوط تحت الميكروسكوب هو مين؟ ايمن اشرف. وايمن اشرف ده لعيب على قده، وما ما ينفعش يبقى يلبس تيشيرت النادي الاهلي، ولعيب لازم يمشي وبتاع، وقعدنا فتره طويله جدا كنا بنسمع عن انتقادات لايمن اشرف. دلوقتي ايمن اشرف فين؟ اي استفتاء السنه دي ايمن اشرف موجود فيه وبينافس عليه بقوه كافضل المدافعين في مصر، في منافسه قويه في الحقيقه مع الونش لاعب نادي الزمالك ومدافع نادي الزمالك. فادي ايمن اشرف اللي كنا بننتقده وبنقطع فيه بشكل مبالغ فيه، دلوقتي اللاعب عشان شخصيته قويه قدر، وكل لاعب بيختلف عن تاني، قدر ان هو يواجه هذه الانتقادات، قدر ان هو يثبت للجميع ان هو لعيب جامد جدا ومدافع لا غنى عنه، فعلا لا غنى عنه دلوقتي ايمن اشرف، لعيب اساسي وركيزه اساسيه سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. فبالتالي نفس الحال بالنسبه لمروان محسن، وارد ان هو يكون في فتره مش موفق فيها، وارد ان تصرفاته في بعض المواقف ما تكونش جيده، ما فيش مشكله، ممكن تكون فتره طويله برضه، اتفق مع حضراتكم، لكن مش من مصلحه الاهلاويه وفريق النادي الاهلي ان يتم التجريح في مروان محسن. النهارده او خلال الفترات اللي فاتت، الايام القليله اللي فاتت، قال لك اصل مروان طلب اجازه، وبعض الصحفيين للاسف الكبار طلعوا قالوا الكلام ده، كلام غير حقيقي بالمره خالص. مروان مركز بشكل كبير جدا مع الفريق، مروان كان عنده اصابه في الركبه بتتعلق ببعض الالتهابات في الركبه، نفس الاصابه بتاعت وليد سليمان. خلال الايام اللي فاتت دي لما الفرقه راحت النيجر تلعب المباراه بتاعت فريق سونديب البطل النيجر، كان هو وليد سليمان ابتدوا التدريبات القويه جدا التاهيليه واللي فيها احمال جامده، وقدر ان هم يادوها بشكل ممتاز، وخد حقنه في ركبته، ودي حقنه استشفائيه تتعمل كل 6 شهور للي عملوا جراحه الرباط الصليبي، يعني مفيش اي مشكله، لان البعض قال لك الرباط الصليبي يتجدد وكلام من ده، ده كلام غير حقيقي بالمره. بالتالي مروان محسن النهارده شارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا وجاهز للمباريات المقبله. بالتالي مطلوب ايه بقى خلال الفتره الجايه؟ ان احنا نقف في ظهره، نقف في ظهر اي لاعب لابس تيشيرت النادي الاهلي، عشان دي مصلحه النادي ومصلحه الفرقه، ده واحد بينافس على البطولات، وواحد بيساعد الفرقه في فوز البطولات، وساعد الفرقه خلال الموسم اللي فات في حصد الثلاثيه، يعني انجاز مش سهل يعني. فان شاء الله نتمنى له التوفيق، ونتمنى الدعم الكامل من كل الجماهير، جماهير النادي الاهلي، لان انا عارف البعض بس هو اللي بيحاول يهدم في اللعب وينتقده بشكل لاذع. عايز اقول بعض الاخبار سريعا قبل ما اخد كريم. النهارده كان في مسحه الرابيد تيست للفريق طبقا للبروتوكول المتبع خلال الفتره الحاليه وقبل المباريات قبل كل مباراه، فبالتالي احنا عندنا مباراه بعد بكره امام الاتحاد السكندري، فالنهارده كان رابيد تيست ونتيجته باذن الله تطلع بالليل او بكره الصبح بالكثير. كمان النهارده كان في محاضره فنيه بالفيديو لكيفن جونسون، اتكلم فيها عن بعض الامور الخاصه بفريق الاتحاد السكندري، بعض السلبيات والايجابيات،
وبالتالي اتكلم كمان عن المباراه اللي اتلعبت في كاس مصر واللي فاز فيها النادي الاهلي 2-1 على الفريق، فبالتالي مباراه صعبه جدا بكل تاكيد. كابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه بعض التصريحات واتكلم عن نتيجه مسحه موسيماني وثلاثي الفريق اللي هم السوليه وقفشه ورامي، هتطلع النهارده بالليل بعد ما اجروا المسحه خلاص. وطمن الناس كمان كابتن سيد على تعافي وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن الاصابه، وشاركوا النهارده في التدريبات بشكل طبيعي.